حول هذا الموضوع يسرني يكون معي في استوديو مركز الأخبار سعادة النائب فاطمة عباس رئيسة لجنة المرأة والطفل بمجلس النواب. أهلا بك سعادة النائب. بداية، هل كان هناك حاجة اجتماعية منذ البداية لإقرار مثل هذا القانون، وما هي أبرز ملامح هذا القانون؟ الحاجة الاجتماعية موجودة، وهي لسد الثغرة التشريعية يعني الطلوع بمنظومة تشريعية متكاملة، حيث أن أتى المقترح المشروع بقانون تكملة إلى المقترح أو الدستور البحريني، ومن ثم القانون حقوق الطفل والاتفاقيات الدولية التي تم توقيعها يتكاملون مع بعض ليخلقون منظومة تشريعية متكاملة التي سوف تتبوأ فيها مملكة البحرين مكانة مهمة على المستوى الإقليمي في هذه المنظومة التشريعية المتكاملة. جميل. طيب، ما هي أبرز ملامح قانون هذا القانون؟ أبرز ملامحه طبعا هو يتكون من 89 مادة قسمت على 5 أبواب. الأبواب هذه منها الأحكام العامة التي تتطرق فيها إلى تعريف الطفل وأحكامه إلى آخره، والباب الثاني اللي هو يتكلم عن الموضوع الإصلاحي البحت والأمور التي تترتب عليها، الباب الثالث وهو حماية الطفل من سوء المعاملة، والباب الرابع اللي هو يعني مخالفة وضع القوانين لمخالفة معاقبة المخالفين لهذا المشروع، والباب الخامس والنهائي اللي هي أحكام ختامية. طيب، قبل قليل في الخبر كان أن هناك 5 وزارات، 5 جهات حكومية معنية بهذا الموضوع، هي وزارة العدل والصحة والتنمية الاجتماعية والتربية والتعليم أيضا. هل هناك جهات أخرى؟ هل هناك دور للقطاع الخاص في هذا أو لمؤسسات المجتمع المدني؟ طبعا هو الموضوع اللي يميز المشروع أن المجتمع كله شريك في حماية الطفل، وهذا ما يميزه لسد أي ثغرة ممكن حاصلة ونعاني منها حاليا لتوسيعة نطاق حماية الطفل. فمن باب توسيعة نطاق هذه الحماية لتشمل كل الجهات تكون مسؤولة عن هذا الموضوع وتكون في الصدارة، فمثلا عند إنشاء مركز حماية الطفل تختص فيها اللي احنا نعرفها اللي هي وزارة التنمية الاجتماعية، يطلع بها القرار من مجلس الإدارة اللي يتشكل كل 3 سنوات قابل للتغيير. الوزارات اللي راح تكون شريكة معها هي الصحة، الداخلية، التربية والتعليم، المجلس الأعلى للمرأة، ناس ممثلين من مؤسسات المجتمع المدني. سيكون لهم دور مؤسسات المجتمع المدني، سيكون فعلا يتم اختيارهم من هذا الوزير المعني بالتنمية الاجتماعية، وهذا كله من منظور أن احنا نوصل إلى أوسع نطاق لحماية الطفل. يعني هذا ما كنت أريد أن أسأل عنه، ما هي توقعاتكم لانعكاسات هذا القانون وأيضا بعد إنشاء هذا المركز على المجتمع بشكل عام؟ توقعاتي أنا شخصيا كرئيسة لجنة أنه راح يغطي الأمور اللي احنا حاليا ما نقدر نتعامل معها. على سبيل المثال أعطيك مثال بسيط، طفل يتعرض من أبوه إلى أذى جنسي أو جسدي، هذا شلون أنت بتتعامل معها؟ ما في قانون تقدر تتعامل معه. القانون المشروع اللي قدامنا هذا يعطينا الأريحية في التعامل مع هذه الحالات، والجهات كلها تقدر تتعامل مع هذه الحالات من ناحية العلاج النفسي أو الإيواء أو إيجاد مسؤول قانوني عن الطفل يكلف من النيابة المختصة أن يتابع أمور هذا الطفل المتضرر. سعادة النائبة فاطمة عباس رئيس لجنة المرأة والطفل بمجلس النواب، شكرا جزيلا لحضورك. أهلا وسهلا.